اتريال ناتريوريتك بيبتايد اور اتريال ناتريوريتك فاكتور. دايما بقول من الاسم اقدر اعرف معلومات بسيطه عن الحاجه اللي انا بتكلم عنها. فهو اسمه حاجه اسمها اتريال. يبقى منطقيا المين سايت اوف سيكريشن اور سينسيس هيبقى مين؟ اتريال. يعني جزء منين؟ من الهارت. يبقى الاتريال ناتريوريتك فاكتور اور اتريال ناتريوريتك بيبتايد از فورمد اند ريليزد فروم ذا اتريال كارديوسايتس مينلي اوف ذا رايت اتريال. لكن في اذر سايتس اوف سيكريشن، لكن ده المين سايت. طيب يبقى ده اول حاجه اتريال ناتريوريتك بيبتايد. ناتريوريتك بيبتايد من اسم بيبتايد يبقى الاستراكشر عباره عن ايه؟ ها؟ بيبتايد النيتشر. بيبتايد النيتشر وجد انه كام امينو اسيد؟ 28 امينو اسيد. يبقى انا من الاسم دلوقتي قدرت اعرف حاجتين، اسمه اتريال ناتريوريتك فاكتور او اتريال ناتريوريتك بيبتايد، انه اتريال يعني طالع منين؟ من سايت اوف سيكريشن اتريال، جزء من الهارت. رايت اتري. وان الاستراكشر بيبتدي النتشر كام؟ 28. طب اسمه ناتريوريتك يعني من الاكشنز حاجه اسمها ناتريوريسيس، حاجه اسمها ناتريوريسيس. طب الناتريوريسيس دي عباره عن ايه؟ معناها ان في صوديوم لوس ان يوريك. يبقى تاني اتريال ناتريوريتك بيبتايد اور اتريال ناتريوريتك فاكتور، عرفت السايت اوف سيكريشن مينلي من الاتريوم اوف ذا هارت مينلي رايت اتريوم، ودي تفيدني دي من الفانكشنز اللي بنعدها كفانكشنز للاتريا انه بيريليز سيرتن هرمون زي مين؟ زي الاتريال ناتريوريتك بيبتايد. انه بيبتدي النيتشر، بولي بيبتدي النيتشر كام؟ 28 امينو اسيد. يبقى بولي بيبتيد النيتشر. ان من ضمن الاكشن بيزود الصوديوم لوس ان يوريك اللي بقول عليه ناتريوريس. طب نركز عشان النقطه اللي جايه دي بقى اللي غايه في الاهميه في الموضوع بتاع الاتريال ناتريوريتك فاكتور او الاتريال ناتريوريتك بيبتايد اللي انا بقول عليها الاكشنز اند ريجوليشن اوف سيكريشن اوف اتريال ناتريوريتك ايه بيبتايد. قبل ما ادخل على الاكشن والريجوليشن عايز اعرف ملحوظتين غايه في الاهميه. ان المين اكشن اوف اتريال ناتريوريتك بيبتايد والايم المين ايم اوف اكشن اوف اتريال ناتريوريتك بيبتايد از تو ديكريز بلاد فوليوم، وبالتالي هيساعد في ريجوليشن للبلاد فوليوم والبلاد بريشر. وبالتالي احط في دماغي نقطه غايه في الاهميه عشان ادخل بقى على الاكشن وافهم الكلمتين اللي انا بقولهم واعيدهم تاني. ايه علاقه الاتريال ناتريوريتك بيبتايد بالانجيوتنسين 2؟ الاثنين عكس بعض في الاكشن والاثنين عكس بعض في الاستيميليشن. الانجيوتنسين 2 زي ما نبقى نتكلم عنه ان فول ديتيل بعد كده ريجوليتد بايه؟ ايه الاستيمولاي بتاعته؟ في هايبوفوليميا هايبوتنشن، بيحاول ينظمهم يزود البلاد فوليوم والبلاد بريشر. عكسه الاتريال ناتريوريتك بيبتايد استيميليتد بايه؟ لو في هايبر فوليميا، لو في البلاد بريشر عالي شويه. يبقى وبالتالي اقدر دلوقتي اتكلم على الستيمولاي او بقول عليها الريجوليشن او فاكتورز افكتنج اتريال ناتريوريتك بيبتايد او اتريال ناتريوريتك فاكتور سكريشن. ايه هي الفاكتورز اللي بتريجوليت او بتكنترول اتريال ناتريوريتك فاكتور؟ او ايه هي الاستيمولاي للاتريال ناتريوريتك بيبتايد او فاكتور سكريشن؟ اول حاجه زي ما قلت الهايبر فوليميا. يبقى حاجه اسمها الهايبر فوليميا. الهايبر فوليميا
يبقى ده one of the stimuli. يبقى الهايبرفوليميا is one of the stimuli of release of ethereal natriuretic peptide. تاني حاجة عندي الاتريال ستريتش. يبقى أول حاجة الهايبرفوليميا اللي هو increase in blood volume stimulate ethereal natriuretic peptide. طيب الاتريال ستريتش بيعتبروه ذا ميجور ستيمولس فور ريليز اوف اتريال ناتريوريتك فاكتور من الاتريال كارديوسايت، لان في حاجه اسمها ستريتش ريسبتورز موجوده فين؟ في الرايت اتريال. هذه الستريتش ريسبتورز بتستجيب لايه؟ بتستجيب ل انكريز ان بلاد فوليوم وستريتش ان رايت اتريال وول، فيؤدي الى استيميليشن للريليز اوف اتريال ناتريوريتك بابتايد. يبقى اول حاجه الهايبرفوليميا، تاني حاجه الاتريال ستريتش، والاتريال ستريتش بيعتبروها ذا مين ستيمولس، تالت حاجه انكريز ان اتريال بريشر. انكريز ان اتريال بريشر زي حالات الهارت فيليا، يبقى وبالتالي ذا مين ستيمولاي فور ريليز اوف اتريال ناتريوريتك بالطايد. اول واحد لو هنمشي بقى بالترتيب الصحيح يبقى الاتريال ستريتش، يليه الهايبرفوليميا اللي هو هيؤدي برضك الاتريال ستريتش، ثالثا انكريزد اتريال بريشر زي حالات الهارت فيلير، ثالث حاجه انكريزد فريكوانسي اوف اتريال كونتراكشن زي حاله في حالات الاريزميا. حالة في حالات الأريزميا بيحصل إيه؟ زي اسمها سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. بنلاقي العيان في الحالات ديت بيعاني من حاجة اسمها بوليوريا. يبقى العيان في حالات زي ديت بيعاني من حاجة اسمها بوليوريا. بوليوريا يعني في انكريز في الفريكونسي اوف ميكتوريشن. وهنفهم ليه حاله، ليه في الحالات سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا بيبقى فيه بوليوريا؟ لان لما بيبقى فيه انكريز للاتريال كونتراكشن زي في حالات سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا اللي انا بقول عليها الايه في اتريال تاكيكارديا عاليه، هيزيد الريليز اوف اتريال ناتريوريتك بيبتايد، وبالتالي هتؤدي الى بوليوريا. ازاي؟ يبقى انا محتاج ادخل على الاكشنز اوف اتريال ناتريوريتك بيبتايد. قبل ما ادخل على الاكشنز تاني بتاعت الاتريال ناتريوريتك بيبتايد، لازم اسال نفسي سؤال تاني، ايه هي الاستيمولاي تاني؟ يبقى الاتريال ستريتش، الهايبرفوليميا، الايه؟ الانكريز ان اتريال بريشر، ثم الانكريز ان فريكونسي اوف اتريال كونتراكشن. دول كلهم انا قلت عليهم حاجه اسمها الايه؟ استيمولاي. استيمولاي فور ريليز اوف اتريال ناتريوريتك ايه؟ بيبتايد. طيب الاتريال ناتريوريتك بيبتايد حصل له ريليز، هيعمل ايه هذا الاتريال ناتريوريتك بيبتايد؟ الاتريال ناتريوريتك بيبتايد زاد. هو المين ايديا زي ما لسه قايل من شويه انه عايز يعمل ايه؟ انه عايز يقلل البلد فوليوم، وبالتالي هيعمل كنترول للبلد بريشر، ده الام بتاعه. وبالتالي حتى هو حصل له انكريز عن طريق زياده البلد فوليوم. طيب هيقلل البلد فوليوم ازاي؟ نركز مع بعض، انا عايزين نوصل للاخر انه يزود البلد فوليوم وبالتالي يقلل البلاد بريشر. هو بيعمل ايه؟ خلي بالك، قال لك الاتريال ناتريوريتك بيبتايد هو نفسه بيعمل فازو دايلاتيشن، يبقى له هاز افازو دايليتور افكت. وفازو دايلاتيشن يعني معناها ايه؟ معناها ان هيقل البريفرال ريزيستنس. اما هيقل البريفرال ريزيستنس
هتؤدي لان البلاد بريشر اخباره ايه؟ يقل. يبقى تاني اول اكشن للاتريال ناتريوريتك ببتايد ان له فازو دايليتور افكت، فيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس وبالتالي يقلل البلاد بريشر. يعني هو نفسه بيشتغل دايركتلي يعمل فازو دايليتور افكت، لكن هنفهم حالا ان هو بردك ان دايركتلي ممكن يعمل فازو دايليتيشن ازاي؟ هنشوف. يبقى اول اكشن للاتريال ناتريوريتك ببتايد ان له فازو دايليتور افكت، دايركت فازو دايليتور افكت، يقلل التوتال بريفرال ريزيستنس، يقلل البلاد بريشر. طيب تاني حاجه بيروح على الكيدني له ناتريوريتك افكت ازاي؟ نركز مع بعض. اول حاجه بيقلل الرينين ريليس، واحنا عارفين ان الرينين ده بيطلع بواسطه مين؟ جاكستا جلوميرولار سيلز اللي هي بارت من جاكستا جلوميرولار ابريتس الموجود فين؟ في الكلى. هذا الرينين ريليس لما يقل الرينين هيقلل السنسز او الفورميشن اوف انجيوتنسين 2، وبالتالي كمان هيقلل الالدوستيرون هرمون سكريشن. يبقى الاتريال ناتريوريتك بالطيب بيقلل الرينين فيقلل الالدوستيرون سكريشن، يقلل الانجيوتنسين 2 فورميشن. الانجيوتنسين 2 والالدوستيرون الاثنين اما هيقلهم هيحصل ناتريوريسيس اللي هو صوديوم لوس ان يورين، وهيحصل دايوريسيس. احنا عارفين زي ما لسه قايلين قبل كده ان الالدوسترون وان اوف ذا اكشنز بتاعته سولت ووتر ريتينشن، بيشتغل على الديستال تيوبيول اوف ذا كيدني، فيزود الصوديوم ري ابزوربشن ان اكسشينج مع البوتاسيوم والهيدروجين، وبيفولو ات باسيفلي الووتر. طيب الالدوسترون مش شغال يبقى مش هيحصل سولت ووتر ريتينشن، يبقى هينزلوا في الشارع يحصل ناتريوريسيس، يعني يحصل ايه؟ صوديوم لوس ان يورين، يحصل دايوريسيس يعني ووتر لوس ان يورين. طب الاضافه ان الانجيوتنسين ثم ما بيقل هو نفسه قللانه هيؤدي الى فازو دايلاتيشن. كلام كويس. طيب يبقى اول حاجه عرفنا ان الاتريال ناتريوريتك بوبتايد هاز ا فازو دايليتور افكت دايركت، بيزود ولا بيقلل الرينين؟ بيقلل الرينين سيكريشن، فيقلل الالدوستيرون ويقلل الانجيوتنسين 2 اللي هيؤدوا الى ناتريوريسيس ودايوريس. مش كده وبس، ده الاتريال ناتريوريتك بوبتايد بيروح للكيدني بردك يعمل ايه؟ بيزود الجلوميرولار فلتريشن ريت. اما هيزيد الجلوميرولار فلتريشن ريت اللي هو الريت اوف فلتريشن ان ذا كيدني، هيزود الناتريوريسيس ويزود الدايوريسيس. انت تاكل كتير، تشرب ميه كتير، هتروح الحمام كتير، فنفس الكلام. اما يزيد الريت اوف جلوميرولار فلتريشن، جلوميرولار فلتريشن ريت يزيد، هيزود الصوديوم لوس ان يورين اللي هو الناتريوريسيس، هيزود الووتر لوس ان يورين اللي هو الدايوريسيس. يبقى هلاقي ان هذا الاتريال ناتريوريتك بالطايد بيؤدي الى ناتريوريسيس ودايوريسيس بكذا ميكانيزم، انه عن طريق انه قلل الرينين فقلل الالدوستيرون سكريشن، عن طريق انه قلل الانجيوتنسين 2 فادى بردك لناتريوريسيس ودايوريسيس، عن طريق انه زود الجلوميرولار فلتريشن ريت. النت ريزلت ان هيقل البلاد فوليوم وبالتالي يقل البلاد بريشر. ده مش كده وبس، ده هذا الاتريال ناتريوريتك ببتايد ممكن يشتغل بطريقه كمان، ان هو ممكن نفسه دايركتلي او اندايركتلي
يعمل ايه؟ دايركتلي او اندايركتلي ممكن يعمل ديكريز للثيرست سنسيشن. دايركت يعني بنفسه، اندايركت عن طريق انه عمل ايه؟ انه قلل الانجيوتنسين 2. فما قلل الانجيوتنسين 2 كده هيؤدي الى ديكريز الثيرست سنسيشن، وبالتالي هيقلل الووتر انتيك. وما يقلل الووتر انتيك النت ريزلت ان يقل البلاد فوليوم. قلل البلاد فوليوم هيقل مين؟ البلاد بريشر. يبقى تاني تكرار بيعلم مين؟ الشطار. بمنتهى البساطة تاني، ايه هي الاستيمولاي فور ريليز اوف اتريال ناتريوريتك بيبتايد او الاتريال ناتريوريتك فاكتور؟ اول حاجه الهايبر فوليميا، ثم اتريال ستريتش، انكريز ان اتريال بريشر، انكريز ذا فريكوانسي اوف اتريال كونتراكشن. طيب الاكشنز بتاعته، المين ايديا ان هو بيضاد الانجيوتنسين 2، فعايز يقلل البلاد فوليوم. هو طلع نتيجه هايبرفوليميا وعايز يقللها، فهيعمل الاتي: يقلل البلاد بريشر، وقبلها يقلل البلاد فوليوم. ازاي هو يقلل البلاد بريشر؟ بطريقه دايركت ان له فاز دايليتور افكت. طب يقلل البلاد فوليوم ازاي؟ انه هيقلل الرينين سيكريشن، فيقلل الالدوستيرون هرمون سيكريشن، هيقلل انجيوتنسين 2 فورميشن، وفي نفس الوقت هو دايركت اللي بيزود الجلوميرولار فلتريشن ريت، فهيؤدوا الى ايه؟ ان يحصل ناتريوريسيس ودايوريسيس، فيقل البلاد فوليوم. طب يقلل البلاد فوليوم نفسه ازاي؟ هو نفسه بيقلل الثيرست سنسيشن، يا اما دايركت يا اما اندايركت. الدايركت هو بنفسه عملها، قلل الثيرست سنسيشن. اندايركت انه عمل ايه؟ قلل الانجيوتنسين 2، وبالتالي هيقل الثيرست سنسيشن. قلل الثيرست سنسيشن يعني قلل الووتر انتيك، يعني قلل البلاد فوليوم، يعني بالتالي قلل البلاد بريشر توورد نورمال. يعني هذا رول ان ريجوليشن اوف ايه؟ بلاد فوليوم والبلاد بريشر. يبقى السؤال هنا، اما تجي لي حاله فيها سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا، يعني في انكريز دي في الفريكوانسي للاتريال كونتراكشن، ولقينا من ضمن الفيتشرز ان هذا البيشنت كومبلين فروم بوليوريا، يبقى وات از ذا باثوفيسيولوجي اوف بوليوريا اوف ذس كيس؟ ايه القوز بتاع البوليوريا في الحاله ديت؟ في الحاله ديت زاد الاتريال ناتريوريتك بيبتايد اللي هيزود الجلوميرولار فلتريشن ريت، اللي قللنا لها بعد كده الايه؟ الرينين سيكريشن، وقلل الالدوستيرون، وقلل الانجيوتنسين 2، اللي كل دول هيؤدي الى ايه؟ ناتريوريسيس ودايوريسيس. يعني معناها حصل ايه؟ حصل بوليوريا. اظن كده بقت ايه؟ بقت واضحه. يبقى ارجع للكلمتين اللي انا قلت هقولهم في الاخر تاني: The main aim of atrial natriuretic peptide is to decrease blood volume. وبالتالي it shares in regulation of blood volume and the blood pressure. والنقطة الأساسية اللي ما نساهاش خالص، إن نعرف إن الاتريال ناتريوريتك بيبتايد أو الاتريال ناتريوريتك فاكتور بيضاد في الأكشن بتاعه مين؟ الأنجيوتنسين 2. To summarize، هذا الاتريال ناتريوريتك فاكتور او الاتريال ناتريوريتك بيبتايد از ابولي بيبتايد 28 امينو اسيد ليست مينلي في اذر سايز البرين مثلا، قال عليه نيورال ناتريوريتك فاكتور، لكن المين سايت هنا الاتريال ناتريوريتك فاكتور من الاتريوم اوف ذا هارت، رايت اتريوم اوف ذا هارت. الريجوليشن اتكلمنا، ايه الاستيمولاي للسكريشن بتاعته؟ اتريال ستريتش، هايبرفوليميا، انكريز بلاد فوليوم، انكريز اتريال بريشر، انكريز فريكونسي اوف اتريال كونتراكشن.
طيب الاكشنز بتاع دول كان ستيمولاي، الحاجات اللي هنا دي كلها اللي بالاحمر دي كلها ديت اكشنز. يبقى الجزء من اول هنا لهنا كده الجزء ده كله اكشنز، الجزء ده ستيمولاي. ايه الاكشنز بتاعته؟ اتفقنا انه المين اي دي عايز يقلل البلاد فوليوم وبالتالي بلاد بريشر، زود الجلومولار فلتريشن ريت، قلل الرينين فقلل الالدوستيرون، قلل انجيوتنسين 2، قلل الثيرست سنسيشن، كل دول في الاخر هيؤدوا الى ديكريز بلاد فوليوم، زائد كمان انه له فاز دايليتور افكت فقلل البلاد بريشر. يبقى لو قال منشن فور ميكانيزمز باي ويتش اتريال ناتريوريتك بيبتايد ديكريز بلاد بريشر، سهل قوي، له دايركت فازو دايليتور افكت، له اندايركت فازو دايليتور افكت، بيقلل الرينين، بيقلل الالدوستيرون، قلل انجيوتنسين 2، بيزود الناتريوريسز والدايوريسز، بيقلل السيرس سنسيشن، بيزود الجلوميرولار فلتريشن ريت، فالنت ريزلت ان هيقل البلاد فوليوم ويقل البلاد بريشر. اظن كده بقت الامور واضحه. انا لو حطيت في دماغي ان الاستيميوليشن ستيمولاي اند اكشنز اوف اتريال ناتريوريتك بيبتايد ضد او عكس الانجيوتنسين 2، هتبقى الامور كلها ايه؟ واضحه جدا.